ازيك يا رودي؟ مثلا How are you؟ الحمد لله. طيب تعالي كده يا رودي هوريكي كده كام حاجة مهمة. عملتي ايه في الامتحان؟ انت قلتيلي عملتي ايه ولا لسه؟ قلتيلي الامتحان كان اخباره ايه؟ خدتي الدرجات؟ طيب تمام ماشي يا حبيبتي. بصي يا رودي، نرجع كده بقى لحاجة مهمة قوي. بصي بصي يا روتي، مش دي اخر حاجه احنا كنا بناخدها المره اللي فاتت؟ لا وصلناش لهنا صح. كنا عند اللي هي بتاعت السنة كنا خلصنا 2، أول اللي خدنا هو في الثري أو في الفور، من أول يونت فور، لا اول يونت يونت 4. ثري. طيب تعالي كده يا رودي، الحاجات دي كنا بناخدها المرة اللي فاتت صح؟ صح؟ طب بصي هنا الصفحة دي يا رودي، بصي الصفحة دي أنا كاتبة ايه فوق؟ عاملة الاتش بتاعت ايه؟ الهوم ورك صح؟ وقلت لك إن ده هوم ورك وده هوم ورك وده هوم ورك صح؟ صح يا رودي؟ طيب الهوم ورك ليه ما بيتبعتش؟ أنا حليته في نفس اليوم يعني حليتيه النهارده؟ عشان كده بعته، وبرضه اللي هو نسيته. يعني انت عملتيه النهارده كل ده؟ مش محوش الواجب لحد النهارده يا روتي؟ معقوله كل ده ما عملتيش الواجب ليه؟ يعني كان قدامك كذا يوم ما عملتيش الواجب ليه يا روتي؟ كانت أول حاجة كانت فريندز، بعدها كانت ديزرت، اللي بعدها كانت لا اسمه مش بادئين من أول هنا. الصفحة اللي بعدها كانت أول حاجة ليا ثيم بارك، ثانية ايوه تمام. انا بسألك ليه الواجب كنت مؤخرة كل ده؟ نسيته والله. نسيتي. طيب بصي يا رودي، احنا تقريبا كل مره بيبقى لازم فيه واجب تمام، فيعني انت لازم تحطي في دماغك انه كل مره لازم فيه واجب، حتى لو حاجه هتبقى بسيطه بس لازم اديكي واجب. في هوم ورك لازم هيتعمل، ولازم الميس هتشوفه، ولازم الميس هتصححه، ومش هتعديها تمام. يعني الواجب لو ما اتبعتش ماما، يعني الميس مش هتسكت، المره الجايه هكلم ماما تمام. طيب بصي يا روج، احنا المره اللي فاتت وقفنا على اللانجوج فوكس تمام. اللانجوج فوكس ده كانت ايه بقى؟ دي كانت اول جزء في قاعده اف. عارفه قاعده اف؟ قاعده اف دي بتقول لك ايه؟ اللي هو مثلا انت لو نمتي بدري هتصحي بدري، انت لو عملتي الواجب هتبقي شاطره، انت لو كلتي الغدا كويس مش هتبقي جعانه. يعني هي اللي هي ايه، بتبقى جملتين. قاعده اف دي دايما بتيجي مع ايه؟ مع تو سنتنس. دي اول حاجه تمام. يبقى اول حاجه هي لازم تعرفي هي مش وان سنتنس، احنا بنربط بتو سنتنس، بنربطها بايه؟ بتو سنتنس. يعني ايه بقى؟ انا اقول لك مثلا انا هنام النهارده بدري عشان عايزه اصحى بدري، انا مش هخرج عشان ورايا مذاكره. يبقى في حاجتين مشروطتين ببعض. عارفه يعني ايه مشروطه؟ حاجه مشروطه يعني حاجه مرتبطه بحاجه تمام. فاللي انا عايزه اوصله لك هي ازاي بتتعمل في الانجليش. انا هقول لك ازاي بتتعمل في الانجليش. اولا في الانجليش هما كذا حاله، هما كذا ايه؟ كذا حاله. اول حاله اللي قدامنا دي اسهل واحده فيهم، اللي هي بتقول لك ايه؟ هحط التو سنتنس في نفس الزمن، هحط التو سنتنس في نفس الايه؟ الزمن الزمن. ايه هو الزمن اللي انا هستخدمه؟ هستخدم الزمن ده البريزنت سمبل. المضارع البسيط هستخدم ايه بالظبط؟ البريزنت سمبل. الجمله هحط فيها اف، قاعده اف. اف دي بالعربي يعني لو. اف دي يعني ايه؟ لو لو تمام. طيب تعالي نبص كده على الجمله اللي تحت خالص، الاكزامبل اللي هو عامله. When you pass me my wallet، لا خلينا في اللي فوقيها. If you look at the website، انت لو انت بصيت على الويب سايت ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي the information is here، هتلاقي المعلومات هنا تمام. طيب ادي look،
ما زودناش عليها حاجة عشان الضمير عندي بإيه؟ بيو. أنا بزود مع مين؟ مع هي أو شي أو إت بس. آه يو وي زي ما بزودش معهم حاجة. طب الناحية التانية أنا حطيت إيه؟ إز. ذا انفورميشن، المعلومة أو المعلومات هتلاقيها هنا. طيب هي بنستخدمها مع إف بس؟ لأ، ممكن أبدأ الجملة بوين. وين يبقى معنى كده أنا ممكن أستخدم إيه في الجملة؟ يا إف يا وين. أستخدم إيه في الجملة يا رودي؟ اف يا وين حلو قوي. When you pass me my wallet، يعني لو أنت اديتيني أو ناولتيني المحفظة بتاعتي، I can pay the tickets now. أنا هدفع الإيه، التذكرة دلوقتي. تمام. طيب الجملة اللي كان فيها وين هو عمل إيه؟ عمل كان، حط في التانية كان، بلس فيرب في الانفينيتيف. استني بقى همسح لك الكود ده اهي. يبقى معنى كده ان الجمله بتاعتي يا هتبدا بايه، يا هتبدا بإف، يا تبدا بوين، يا تبدا بايه هتبدأ رودي؟ بإف أو هتبدأ بون؟ حلو. الزمن اللي وراها بيبقى ايه؟ مضارع بسيط، تمام، present present simple. simple. برافو عليك. طب الجملة التانية، أنا قلت هم جملتين، الجملة التانية يا تبقى فيها كان plus infinitive، يا تبقى فيها present simple. الجملة التانية تبقى فيها إيه؟ يا تبقى infinite كان. can أو آه infinitive. لا، مش يا كان يا infinitive، كان plus infinitive، كان plus infinitive أو present simple. يعني هحط لك كان بلس انفينيتيف، يا اما انا احط لك ايه، بريزنت سمبل. طب تعالي كده مثلا نحط اكزامبل. هقول if I sleep early، if I sleep early، انا لو نمت بدري I can wake up early، انا هقدر اصحى بدري. لو انا نمت بدري يبقى انا هصحى بدري. طب جملة تانية، if I study hard، انا لو انا ذاكرت جامد I can pass the exam، هقدر اعدي الامتحان. صح، تمام. حتى هي منطقية كده صح. انا لو ذاكرت جامد انا هقدر اعدي الامتحان. If I study hard I can pass the exam. طيب if I، ماشي، if I study hard، study hard ده في انه زمن؟ present simple. طب الناحية التانية انا استخدمت ايه؟ انا قلت لك I can pass، كان باس، كان دي، يبقى انا حطيت الكان وراها ايه، فيرب في ايه، في الانفينيتيف. تمام. طب انا عايزاك يا رودي تفكر في جمله، يعني مثلا ايه جمله، ايه مثلا؟ هقول لك، مش عايزه احط لك في النيجاتيف عشان ما تتلخبطيش، يعني مش عايزين نحط جمله في دلوقتي في النيجاتيف عشان ما نتلخبطش، هي احنا عايزينها في الافيرماتيف، في المثبته، affirmative sentence. فاحنا هنقول ايه، if you go early، لو انت، if you go home early، لو انت رحت البيت بدري هتعملي ايه؟ you can do your homework early، هتعملي الواجب بتاعك ايه بدري. تمام يا رودي. تمام. يبقى معنى كده ان انا هرجع اقول اول حاجة، دول جملة ولا جملتين؟ يبقوا جملة، بربط بجملة ولا جملتين؟ حلو قوي. الأولانية بستخدم فيها إيه؟ يا إيه يا إيه؟ يا اف يا وين برافو عليك، يا إيه يا وين. الناحية التانية بحط إيه؟ كان زائد فعل زائد انفن infinitive. برافو عليك، يا إما يا كان بلس infinitive يا إما presence لا present. برافو عليك. اوكي تعالي انا هنعمل ايه بقى، هنعدي الصفحه دي، اقول لك تعالي نقراها هنا، تعالي نقرا النوتس بعد كده نحل على طول ونشوف اللي ورا. ماشي. هنا بيقول ايه، ان الكلوز اللي هي الجمله يتيجي مع if يا when. تمام، تمام
يا اما يعني نبداها بايف. يعني هو عايز يقولك ايه؟ خلي بالك ان انا يا هحط اف وين في اول جمله، يا اما ممكن اشقلبهم واخليهم في الجمله الثانيه. اف يو تمام. اف يو استني هتجيب القلم. if you press the button the tablet switches off. if you press the button the tablet switches off يعني ايه؟ انت لو ضغطتي على الزرار التابلت بتاعك هي ايه؟ هيبقى ايه؟ اوف، هيتقفل. تعالي نطبق اللي احنا قلناه ده على الجمله بتاعتي. الجمله هي بدأت بايه؟ بقف حلو. طيب انا حطيت هنا فيرب، الفيرب ده في انهو تنس؟ اللي هو press. if you press بزنس present. ايوه كده present simple. طيب the tablet switches off، tablet حصل له ايه؟ اتقفل. switches off دي برضو present simple، يعني معنى كده ان هو عايز يقول لي ان الجمله الاولانيه دي انا حطيت في الاول if وحطيت الفيربين في البريزنت سيمبل بعد كده. ليه؟ هي كان السياق، سياق المعنى بيمشي كده، يعني السياق بتاع المعنى هو بيمشي كده. ذا تابلت راح رجع قال لك ايه؟ طب ما انا ممكن اعكسها برضه هتبقى صح، اللي هو ايه؟ ذا تابلت سويتشز اوف اهي بريزنت سيمبل if you press the this button، يعني التابلت بتاعك هيقف او هيتوقف لو انت عملتي بريس، ضغطتي على الزرار ده. طب الجمله دي كده صح ولا غلط؟ لا صح. ليه؟ انا مشيت كل الخطوات بتاعتي صح. جملتين تمام، في واحده فيهم فيها اف والزمانين present simple تمام. تمام. طيب هو عايز برضو يقول كده ملحوظة، إن لو الجملة بدأت بـ if when، if when زي الأولانية اللي هي if، اللي هي بدأنا بـ if، الـ if ما حطيناش في الجملة التانية، فبين الجملتين بحط الإيه؟ علامة الكوما. شايفاها يا رودي؟ يعني أنا لو بدأت الجملة بـ if or when يبقى هربط الجملتين هنحط بينهم الكوما. لو اف اتحطت في النص التاني ما بحطش قبلها كوم. هعيد تاني، هعيد تاني النقطة اللي أنا قلتها ديت ماشي عشان المعلومة تثبت. دلوقتي أنا قلت أنا عندي الجملتين بحط فيهم لسه افتح المايك يا ميس. يا ميس ايوه يا رودي، مش عارفه ايه اللي قفل المايك. طيب الشير واضح اي ولا مش؟ لا يعني انت كده شايفه طب استني، هو واقف، هو خلاص ما اعرفش ايه اللي بيقفل المايك. يلا لا هو انتي حضرتك بقى طلعتي اصلا خالص. مش، طب حتى ولو برضو مش عارفه اللي بيقفل المايك. طيب تعالي نرجع تاني يا رودي للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي عشان مهم. هو دلوقتي عايز يقول لي ان انا عندي والشير if مش شغال، الايه؟ الشير مش شغال. الشير مش شغال تاني؟ طب استني، يعني انت مش شايفه دي دلوقتي دي؟ اهي استني يا روجي. مش شايفة ايه، انا مش شايفة غير صورة كده بس، يعني طيب خلاص من صورة الكتاب. لا او مش انت انا كده اشتغلي واضح. صح كده؟ طيب تمام. دلوقتي يا رودي اللي هو عايز يوضحه لي ان التو سنتنس دول انا هحط فيهم اف يا وين، صح؟ مش احنا قلنا بنحط فيهم اف يا وين، يا أيوة. اف يا وين، مش الاثنين، لا يا اف يا وين. طب بتتحط فين؟ ممكن تجيلي في اول الجمله وممكن تجيلي في نص الجمله تمام. تمام. طيب لو هي جت في اول الجمله هربط الجملتين بالكوما الصغيره دي.
طب لو جت في النص، لا خلاص مش هربطها. اقول تاني يعني يا اف روبي. لو جت لو اف جت في نص كده مش هنربطها، لكن لو لا جت اجينا عشان الصوت. قول تاني كده يا روبي بصوت عالي. لو ايف لو جت، اف جت في اول الجملة هنعمل كوم، لما لو جت في تمام، نص الجملة مش هنعمل كوم. برافو عليكي. يبقى هي لو جت في الاول هربط جملتين هعمل منهم في النص كومه، لو هي اللي جت في النص خلاص مش هعملكم. يبقى هنقرا تاني الاكزام اللي بقى. If you press the button the tablet switches off. انت لو ضغطتي على الزرار التابلت بتاعك هيقف. The tablet switches off if you press this button. تمام. دي تمام. الصيغه اللي هي كانت الافيرماتيف سنتنس، جمله المثبته. دي كانت ماشيه. اقولها تاني يا روجي، في حاجه عايزه تسالي فيها قبل لا ما تنقل على الجزء التاني؟ في اي حاجه؟ ريت تجيبي بقى أسئلة كده، يا ريت تجيبي أسئلة بقى. هنجيب اسئله بس هنعدي الاول التو كيسز الجايين. هو عايز يقول لك خلي بالك انا قلت الجمله الاولانيه في البريزنت سامبل، طب ما انا ممكن احطها في البريزنت سامبل بس يبقى كويستشن. كويستشن ابداها بكويستشن زي ايه؟ اقول لك ايه؟ Do plants die? Do plants die if we don't water them? هو النبات ممكن يموت لو انا ما رويتوش؟ ادي جملتين، ادي تو سنتنس، هقسمهم ازاي كده في النص؟ الجملة الأولانية هو حط سؤال في البريزنت سيمبل، ما حطهاش جملة، حطه سؤال. Do plants die؟ طب والتانية؟ عادي عادي خالص، حط لي if or when you don't water them، لو انت ما رويتيهوش. Do plants die if we don't water them؟ النبات هيموت لو احنا ما رويناهوش. ادي if بتاعتي اهي، وادي دي present simple، وادي دي برضو present simple. دي present simple بس بالسؤال، ودي present simple بس حطها في النيجاتيف عشان المعنى. تمام، طيب ممكن احنا تقفل ممكن، الحتة دي تاني؟ طيب تمام. بص يا رودي، احنا قلنا هنرجع تاني للصفحة الأولانية علشان نربطها بالجزئية دي. بمعنى اهو احنا قلنا ايه الجملة الأولانية؟ احنا قلنا جملتين ممكن يتحطوا في ويتش تنس، ممكن بنستخدم انه نقول تنس يعني، احنا بنستخدمهم في ويتش تنس. اي تنس بنستخدمهم يا رودي؟ في البريزنت بنستخدم سيمبل. حلو قوي، في البريزنت سامبل. يعني معنى كده ان انت بتحطي الجمله في البريزنت سامبل. طيب احنا ممكن برضو بدل ما نخليها جمله عاديه نخليها سؤال بس برضو في البريزنت سامبل. هو ده اللي عايز يقوله لك. يعني هي ممكن اول واحده دي تبدا جمله في البريزنت سامبل او اخليها سؤال في البريزنت سامبل برضو. يبقى ممكن تبدا ايه؟ ممكن تبدا جمله في البريزنت سامبل او سؤال في البريزنت سامبل. فهو ده اللي عمله، هو ده اللي هو عمله. قال ايه؟ دو بلانتس داي، دو بلانتس داي، ده زمن البريزنت سامبل بس مش جمله، خلاها سؤال. دو بلانتس داي اف وي دونت ووتر ذم، هو النبات اللي هو بالمعنى النبات هيموت لو احنا ما رويناهوش. تمام. او تمام. كان يو تيل مي، كان يو تيل مي، ادي كان بتاعتي. مش احنا قلنا ممكن نحطها في كان وبعد الكان بيجي الفيرب في الانفينيتيف؟ هو حطها لي كده. مستر، كان هو يو ليه تيل مش حاطين اف او ون في الاول؟ بتقولي ايه يا رودي؟ هما ليه مش حاطين اف او ون في الاول؟ ما انا قلت لك احنا ممكن نحطها في الاول وممكن نحطها في الجمله الثانيه. هنا هو حاططها لك اهي في الجمله الثانيه. Do plants die if or when we don't water them؟ لو احنا ما ورويناهمش. طب الثانيه can you tell me، بدل ما خليتها لك جمله عاديه خليت لك can you tell me سؤال. يعني هو عايز يقول لك نفس اللي انا طبقته الاولاني ممكن اطبقه تاني بس اطبقه لو هو اسئله في صيغه سؤال مش جمله affirmative. مش جملة affirmative، لا جملة بسؤال. Can you tell me؟ Can you tell، ممكن تقولي لي، تقولي لي ايه؟ When you need anything، when you need anything، لما انت محتاجة أي شيء، ممكن تقولي لو انت محتاجة أي شيء.
ممكن اقول when you need anything او اقول لك if you need anything. لو انت مشيتي ستيب باي ستيب الدنيا هتلاقيها عادي نفس اللي احنا قلناه، جملتين بيجوا مع بعض، الاتنين بيجوا في البريزنت سامبل، الاتنين ممكن احط فيهم كان بلس انفينيتيف او بريزنت سامبل، ان هي التانية بحط فيها اف او وين. هو ده اللي هو عايز يوصله لك نفس الفكرة. تعالي كده بصي على السؤال اللي تحت كده، Does your aunt always make cake when you visit her؟ تعالي كده الجملة دي سريعة ولا همسح ده؟ تمام، عشان نفهم ال sentence الجديدة. ال sentence الجديدة بتقول لك ايه؟ Does your aunt always make cake when you visit her؟ هي دايما خالتك بتعمل لك الكيكة لما انت تروحي تزوريها. طيب الجملة دي اهي، Does your aunt always make cake؟ لحد هنا ده سؤال. السؤال ده حطيناه في انه زمن؟ present simple، عشان هو بدأ بال does. السؤال في present simple بيبدأ ايه يا رودي؟ بيبدأ بايه؟ يبدأ بيا do يا does. احنا قبل كده خدنا على فكرة present simple. يبقى السؤال في present simple بيبدأ بايه؟ بدو أو داز حلو، مين اللي بياخده دو ومين اللي بياخده داز؟ ايه الضمير اللي تاخد دو وايه الضمير اللي تاخد داز؟ لحظة اوكي، دو أو داز بتاخد كان لا يا رودي، لا يا رودي، انا قلت لك هي وشي وايد اصحاب بيلعبوا بكوره اسمها داز، صح؟ قلت لك هي وشي وايد دول ايه اصحاب؟ الكوره بتاعتهم اسمها ايه؟ داز اي يو وي، زي بيلعبوا مع بعض بكوره تانية خالص اسمها ايه؟ دو ايوه كده. يبقى انا لما انت بتشوفي الدو والداز تعرفي على طول ان ده البريزنت سيمبل بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه يا رودي. طيب انا هنا قلت does your aunt، حطيت does عشان هي your aunt اللي هي خالتك او عمتك، يعني she. تمام، she بتاخد ايه؟ بتاخد does. Does your aunt always make cake؟ هي دايما خالتك او عمتك دي بتعمل كيك. امتى؟ when you visit her. يبقى when ادي الجملة التانية، لما انت بتزوريها. you visit، visit ده الفيرب بتاعي، visit انا حطيته في الايه؟ present simple. تمام، تمام يبقى انا حققت الكلام اللي انا قلته في المره الاولانيه، بس الفرق ان انا حطيته هنا بدات بايه؟ بكويستشن، ما بداتهاش بسنتنس عاديه، بداتها بايه؟ بالكويستشن بتاعي. يبقى does your aunt always make cake when you visit her؟ تمام. طيب انا دلوقتي نفس اللي انا بقوله ده، بس ممكن احط بدل does احط WH question اللي هي how can we get to Giza؟ ازاي احنا ممكن نوصل للجيزة؟ if we miss the bus، لو احنا ضيعنا الاتوبيس او فقدنا الاتوبيس. how can، ادي كان بتاعتي، والverb جه في الايه؟ في الانفينيتيف. الناحية التانية if يا when، والverb miss في البريزنت سامبل. تمام، يعني هي نفس التركيبة الأولانية، مرة استخدمها جملة عادية، مرة استخدمها بصيغة الاستفهام السؤال، ومرة تانية استخدمها بصيغة السؤال بس بإيه؟ WH question اللي هو WH question. تمام، طيب تعالي كده نشوف الكلام اللي هو بيقوله ده كده. تعالي نعدي كده الجزئية دي اللي هي الأولانية ونشوف الإيه الأسئلة اللي جات عليه. تمام ثانية واحدة بس همسح الحاجات دي. طيب هنا بيقول لك if you heat ice، اهي if you heat ice، تعالي نمشي واحدة واحدة بقى كده. ادي رقم if سي بتاعتي رقم سي، برافو عليكي. If you heat ice، انت لو سيحتي او سخنتي التلج هي ايه؟ It melts. برافو عليكي، اخترتي سي اللي فيها
الاس عشان ده يبقى له زمن يا رودي. لأن الزمن المضارع البسيط infinitive. برافو عليكي، present simple. التانية، when she too much cake she gets stomachache، يعني هي لو كلت كتير من الكيك هيجي لها ايه؟ بي when she، لا مش بي ات، لا لا ادي في استنى الباست، ادي في الباست يا روتي، اكس ات ايه؟ لي ايه اكس ايه eats، تمام. when she eats too much cake she gets stomach stomachache. طيب دلوقتي يبقى احنا استخدمنا في الاثنين في الجملتين انهو which tense؟ احنا اللي هي المضارع البسيط. برافو عليكي، مضارع البسيط. عشان كده هي لما لقينا شي حطينا اللي فيها اس، وهنا برضو كانت جيتس اللي فيها اس. طيب if the music is too loud، if the music is too loud، لو الموسيقى كانت too loud I study، I haven't am not didn't can't، ادي if. الجملة التانية ممكن احط فيها ايه؟ ماشي مثل بتاع اللافتر ماشي يا روحي. طيب ال الصف كده مفتوحة قدامك؟ صفحة مش مش مفتوحة مفتوحة. طيب طيب دي واحدة عاملها شير تاني، بس كده تعمل عملت قلت كده انا تاني. فصلتها، ما انت لما قلت لي مش واضحة قلت انا فصلتها. طيب هي هتشتغل تاني يا روجي. ماشي تاني تعالي نشوف بقى الحاجات اللي احنا كنا بنحلها. الجملة التانية، If the music is too loud, I study. لو الموسيقى عالية قوي أنا إيه؟ امشي واحدة واحدة. الجملة الأولانية فيها if، تمام؟ يبقى خلاص احنا قلنا الأولانية ممكن نحط فيها if or when. التانية بحطها يا present simple يا إما بحطها إيه؟ can plus infinitive. طب أحط لها إيه؟ أقول تاني؟ didn't لا غلط. didn't ده which tense يا رودي؟ didn't إن هي إيه؟ لا ما أنا مش سايلها حاجة ليه يا روحي؟ ما احنا قلنا ممكن نحط كان، كان اور كانت عادي، انا ممكن انفيها ماشي حسب المعنى، حسب المعنى. يعني if the music is too loud، لو الموسيقى عالية قوي انا هبقى ايه؟ I can't study، مش هعرف اذاكر. طب ليه هو حط الكيش كان؟ لان هتبقى لو الموسيقى عالية قوي انا هقدر اذاكر. لا هي كان اور كانت الاثنين هيبقوا صح بس حسب المعنى. I can't study، لو الميوزك is too loud I can't study. يبقى دلوقتي هي كانت اف ثانية روتش، يبقى هي كانت اف تمام، وحط لك از يعني present simple. يبقى الناحية التانية يحط يا ايه، يا كان plus infinitive يا اما يحط لي present simple. فاللي موجود عندي ايه؟ كانت هي زي كده. طيب تعالي نبص على التانية اسهل. If you try to study for many hours, you can't
انت لو حاولتي تذاكري لساعات كتير انت مش هتقدري. بعد كانت بنحط ايه؟ connected. لا اسمي اللي هي ايه؟ هي اصلا الكلمه ايه يا رودي؟ concentrated. if you try to study for many hours، يعني لو انت حاولتي تذاكري ساعات كتير، ما هو عايز يقول لك انت مش هتقدري تركزي. هي concentrated يعني تركزي. concentrated concentrates concentrate concentrating. انا قلت لك بعد كان or can't الفيرب هيجي في الايه؟ المصدر حلو قوي. مين فيهم بقى بركزي كده، مين فيهم اللي شكلها كده في المصدر؟ هل اللي فيها اخرها ايه؟ كونستريت ثانية واحدة يا رودي، اللي اللي هي اخرها ايه دي تبقى في سي اللي هي تبقى ايه؟ بي. سي تمام، تبقى كونسنتريت. تمام المصدر ما بيجيش ما بيجي من غير اضافات. تمام يعني ولا فيها اي ان جي ولا فيها اس ولا فيها اي دي. تمام، يبقى كل ده مش مظبوط، وهي الوحيدة اللي مظبوطة نمبر بي. تمام. تمام. طيب نمبر 5، people's brains but if they have a regular routine، يعني عقل الناس بيبقى احسن لو هو اشتغل بشكل روتيني، regular routine منتظم. انا حطيت if في النص صح، وهنا they have يعني present simple، يبقى الناحية التانية انا ممكن احط ايه؟ ممكن احط حاجتين، يا كان بلس انفينيتيف يا اما انا احط بريزنت. معايا يا رودي؟ تمام. طيب يبقى هقول تاني نمبر 5، هقول تاني نمبر 5. نمبر 5 اشتغلت ازاي؟ ان انا عندي في الجمله، الجمله التانيه دي فيها if plus present simple، يبقى الناحيه التانيه يحط كان plus infinitive يا اما انا احط present. نعم نعم موجود الشيء مش موجود. أي. طب لحظة واحدة، بس الكتاب كده كده مفتوح قدامك يا رودي صح؟ أيوة عندك يعني في عندك في البيت. طب أيوة أوكي احنا اشتغل. في نمبر احنا في نمبر 5 ايه بقى؟ أي work it خلي بالك انا قلت لا، work ده تبقى past simple، انا ماليش دعوه بالباست سمبل. انا مره واحده حطيتها في الباست سمبل، كلهم بحطهم ايه فيهم؟ يا present يا ام كان بلس فيرب في السم او في الانفينيتيف او بعد كان في فيرب في المصدر. ما عندكيش كان خالص في الجمله، يبقى احنا هنفكر الجمله تبقى ايه؟ في البريزنت سمبل. طيب انا هنا بتكلم ايه؟ people's work brain people ايه؟ work work provide. It is helpful if you الموضوع بيكون فيه تعاون if you down what you want to do. تمام؟ ايه right. بقى؟ if you ايه؟ right. طيب number 7، if you don't know a word you can eat up in a dictionary. If you don't know a word، انت مش عارفة معنى كلمة، تعملي ايه؟ You can look it up in a dictionary. ادي كان تبقى دو يا رودي هاجي اخنقك، هاجي اخنقك. بعد كان هيجي الفيرب ايه؟ بعد بعد كان الفيرب هيجي في الايه؟ انت فين اصلا؟ دو احنا في نمبر اصلا. عندكم نحن في الايه في تمام. 8 هاجي اخنقك. If you don't know a word you can eat up in a dictionary، يبقى بعد كان الفيرب بيجي في الايه؟ في المصدر تمام، يبقى B C D. Look
لوك. دي ايه يا رودي؟ دي سي دي. برافو عليك. نمبر 8 هتبقى دو. do. برافو. do the freezer work if... لا هنا الفريزر اللي هو فريزر الثلاجة work if you don't close the door properly. عايز يقولك لازم تقفلي باب الفريزر عشان يشتغل كويس. فريزر work فريزر. هي هتبقى صح دو لو هو لو هي جامع. هي مش جامع. فريزر دي ايت. فايت تاخد ايه؟ Does does. تمام. does the freezer work هيشتغل كويس انت close the door properly لو انت ما قفلتش الباب بطريقة جيدة. طيب تعالي نعمل sentence دي. complete the sentence with the correct form of the word of the words between. practice. how can we to Luxor if we miss the train. دي جملتين. الجملة الأولانية بتقول لك هنروح ازاي للأقصر لو احنا فقدنا الترين، فقدنا ضيعنا الترين بتاعنا اللي هو القطار. طيب الجملة الأولانية فيها if صح؟ الجملة الأولانية how can we، يبقى نختارها ايه؟ يبقى نحط ايه الفيرب شكله ايه؟ خلي بالك الجملة الأولانية فيها can هو بيقول لك صلحي لي الفيرب ده تتحط بأي شكل. المصدر تبقى في المصدر. برافو عليك. يبقى ايه؟ get. يبقى how can we get to Luxor if we miss the train. ازاي هنوصل للأقصر لو احنا فقدنا القطر. طب اللي وراهم you can call me if you need any help. انت ممكن تكلمني في اي قول وقت لو انت محتاج ايه. قول call. برافو عليكي برافو عليكي. طيب ركزي لي في نمبر 3. does you buy a new dress if you have a party. does you buy
ايوه يا رودي. ايوه مس معلش اللاب فصل ماشي ماشي، انا قاعده مستنيها، مفيش مشكله. دخلت ولا لسه؟ مع حضرتك ايه طيب تمام، معلش متاخرش عليا يا روحي، يلا عشان نرجع. على طول ما خدتش بالي طيب معلش يا حبيبتي، انا كنت فضلت قاعده ومستنيه، عارفه انك هترجعي، عارفه ومتاكده. تعالي نرجع لنفس اللي احنا كنا فيه. خلاص، يبقى احنا دلوقتي يا روحي كنا في نمبر 3، صح؟ كنا في نمبر 3. Does you buy new dress if you have a party؟ هتشتري فستان جديد لو انت عندك حفلة. هو عايزك دلوقتي does دي ان احنا نصلحها، هتبقى دو تمام؟ هتبقى ايه بقى؟ هي عندك الضمير البرونون عندك you، يبقى you دي بتاخد ايه؟ دو برافو عليك، برافو عليك. طيب نمبر 4، what happens when you press this button؟ ايه اللي بيحصل لو انت عملتي press this button؟ تعالي نمشي واحدة واحدة كده. press دي هو المفروض منك، المطلوب منك ان انت تعملي لها correct، تمام؟ طيب هو حاططها لك عشان يلخبطك، خلاها end with ed، يعني هو حطها في which tense؟ past tense، صح؟ بريس هو حطها في مش سامعاكي يا رودي، معلش بتبقى قولي كده. بريس press، برافو عليكي. What happens when you press this button؟ Okay. If you don't have a pen, you can تول غلط. هو بعد الكامل حط الفيرب في الايه؟ تول في المصدر يعني من غير هدف في أول المصدر. انت عارفة المصدر بتاع told؟ تول لا، tell، تول tell double L، T E double L. If you don't have a pen، انت لو ما لقيتيش معاكي قلم او لو مش معاكي قلم، you can tell me، ممكن تقولي لي. يبقى المصدر بتاع told tell، تمام يا رودي؟ طيب سلام عالي، يبقى احنا كنا عدينا ايه؟ يبقى احنا كده ماشيين. طب هسألك على حاجة، احنا المرة اللي فاتت قرينا ال narrators ديت، القصص narrators دي ولا ما قريناهاش؟ narrator ديت اللي هي بتاعت ال page، ما اعتقدش ان احنا قريناها. 95 نعم ما قريناهاش، صح؟ yes ده dialogue، dialogue يعني حوار، ماشي؟ الدايلوج ده write a sentence in your notebook then listen and check. ده حوار بين مين ومين؟ حازم ومام. narrator 1 حازم ومام. مام، there is a problem with the freezer، it isn't working. ماما قالت له ايه؟ The freezer doesn't work if you don't close the door properly. properly properly. يعني هي دلوقتي الجملة دي حطينا اللي هي قاعدة اف. طب قاعدة اف تمام ازاي؟ هو حطها في النص وحط الجملة الأولانية دي في ال present simple، بس في النهاية يبقى freezer doesn't work if you don't، برضو don't دي present simple، حط بين الجملتين اف. If طيب you هو عشان حط told اف في النص ما حطلهاش ايه؟ مش كوما، تمام يا رودي؟ يبقى كده اتحققت كل الشروط اللي احنا ايه اتكلمنا عليها. نمبر 2، ليلى ايه يا رودي؟ Mrs. Manal, can we use pencils in the test? تمام. teacher no sir you can't. tell me now if you don't have a black pen. لا مش هينفع. قولي لي لو انت معكيش قلم اسود. tell me، قولي لي now if you don't. if you don't يبقى انا حطيت بعد if الفيرب في الايه don't دي اللي هو يبقى انه زمن دونت تبقى في don't النوم have، في
في present simple مش في المصدر. don't have يبقى present simple. تمام. number 3 what does this word mean شريف؟ كريم. what does his word mean شريف؟ Yes, I don't know. Look it up in a dictionary if you don't know a word. بص في الديكشنري لو انت في كلمة مش عارف. قال له I don't know. Look it up in a dictionary if you don't know a word. Look it up. يعني look it up. Look up. ابحث عنها. Look it up in a dictionary. بص ابحث عنها في الديكشنري if you don't know a word. لو انت مش عارف معنى كده. Narrator 4. احنا بليز كنا في بيج كام؟ بيج كام يا روجي؟ 95. 95. اوكي. لا لسه فوق فوق. تمام خلاص. طيب narrator 4 please turn the music down. turn the music down يعني turn down معناها ايه؟ اخفض الصوت. تمام. turn the music down يعني وطي صوت الميوزك. رنا it's too loud الصوت عالي قوي. رنا قالت لها ايه؟ But dad, I can't study if it's too loud. too low. تمام. باباها بيقول لها وطي الصوت شويه صوت الموسيقى شويه يا رنا دي عاليه قوي. قالت له but dad ولكن يا بابا I can't study if it's too low ما بعرفش اذاكر لو الموسيقى واطيه. تمام. narrator 5 سليم وداليا يلا قولي سليم. What happens if you block لوك a person on social media? if you block a person on social media ايه اللي هيحصل لو انت عملت بلوك لشخص على السوشيال ميديا؟ داليا You can't get any messages from them. From them. You don't get any messages from them. مش هتجيبي أي رسائل، مش هتجيلك أي رسائل منهم. تمام؟ طيب. narrator اللي وراه unit 3 lesson 2. Listen, when do the students do these things؟ إمتى الأولاد بيعملوا الحاجات دي؟ طيب. خليكي معايا. علشان اقول لك بس الواجب بتاعك المره دي مش هيبقى فيه واجب شكله كده يا رود. طيب المره دي انت الكتاب بتاع يا رودي ايه عملتي فعلا الواجب بتاع المره اللي فاتت هتصوريهولي؟ ايوه عامل ايه؟ هصوره اول ما نطلع من الدرس. طيب خلاص تمام. الحاجة التانية يا روتي أنا هبعت لك إكسترا شيتس، إكسترا شيتس تعملي يبقى فيها واجب خلاص. طيب تعالي نقرا كده بسرعة يونت 3 ليسن 2. listen when do the students do these things؟ إمتى الطلاب بيعملوا الحاجة دي؟ هانا هاي ماي نيم از هانا I get up every day at 6 o'clock. تصحى كل يوم الساعة 6. I have breakfast بتفطر my family at 6:30 in the morning. بتفطر مع الأسرة بتاعتها الساعة 6:30 في الصباح. I go to the library on Saturday and I play sports. بتروح المكتبة يوم الإيه؟ I go to the library on إيه؟ Saturday. تمام. And I play sports. وبتلعب رياضة. On Sunday I do homework on Tuesday. اللي هو عايز يقول لك ركزي عليه يا رودي في الحاجات ديت ايه بقى؟ ان هو هنا بيقول لك قبل الساعة انا حطيت at. تمام؟
حطيت هنا preposition at 6 o'clock، يبقى قبل الساعة بنحط ايه؟ ايه ال preposition اللي بيتحط قبل الساعة؟ at. معايا يا رودي؟ معايا يا رودي؟ الصوت بيقطع، معايا يا رودي؟ أنا سامعاكي كويس، معايا يا رودي؟ الصوت بتاعك بيقطع. طب خليكي معايا لحظة يا رودي. تمام. معايا؟ رجع الصوت؟ اي طيب يبقى احنا هنا قبل الساعة حطينا preposition ايه؟ أم لا at، هي قالت I get up every day at 6 o'clock. at 6 o'clock ماشي؟ هنا قالت with my family at 6:30، يبقى الساعة بنحط قبلها كلمة. ات تمام. طيب الأيام خدت ايه؟ خدت ايه الأيام؟ هي قالت on Saturday on Sunday، يبقى الأيام قبلها ايه؟ أم on Tuesday. حلو قوي، يبقى احنا عرفنا معلومتين، الساعة قبلها at واليوم قبله on. هنا يوسف، هاي I am يوسف، I get up every day at 7 o'clock. الساعة قبلها ايه يا رودي؟ ات تمام. I have breakfast with my grandparents. بيفطر مع grandparents بتاعته at 7:30. الساعة كام؟ 7:30. الساعة خدت قبلها حرف جر ايه؟ preposition ايه؟ أم at 7 o'clock at 7:30. يبقى أول ما هتشوفي الساعة تحطي قبلها كلمة ايه؟ إيه برافو عليك. خلاص I don't go to the library but I play sports on Saturday. هو بيلعب السبورتس بتاعته امتى؟ on Saturdays. I do homework on Thursday. يبقى هنا ايه الحرف ال preposition قبل اليوم ايه؟ أجين يا رودي، ال preposition اللي قبل اليوم بيبقى ايه؟ on Saturday on Monday on Friday on Tuesday. يبقى اليوم بياخد قبليه on والساعة at. خلاص تمام. Hello my name is Maggie. I get up every day at 6:30 and I have breakfast with my family at 7 o'clock. I go to the library on Sunday in the afternoon. I don't play sports. I do homework on Monday and Tuesday. Hi, I am Nader. I get up every day at 8 o'clock. I have breakfast with my sister at 8:15. تمام. Then we go to school. I don't go to the library because I have a lot of books at home. I play sports on Wednesday. I do homework every day. يبقى احنا طلعنا كده النهارده ها من بتو بريبوزيشن، ات قبل الساعة، وان قبل الايه؟ قبل الايه؟ قبل الايام. تمام. تمام. دي اللي خدناها، دي لسه. اوكي يبقى هنا يا رودي انا بس 5 دقايق كده وخلاص واقفل عشان لو في سيشن بعدين. يبقى الساعة بتاخد قبلها ساعة بتاخد قبلها ايه؟ برافو عليكي. The first lesson begins at 8 o'clock. طيب هي الساعة بس اللي بتاخد at؟ لا، ممكن نقول at night at midnight at noon at midnight at lunch time. دي at midday at night at midday at noon at midnight at lunch. المرة الجاية هنعيد على الجزئية دي تاني يا روجي. خلاص يبقى الساعة at، اليوم on، at مش الساعة وبس، لا ممكن كمان نقول في أي وقت من اليوم، at night at midday at noon at midnight at lunch. احفظيهم يا روجي، احفظيهم النهاردة، هنحفظ دول بس. يبقى at ايه؟ at lunch time،
at midnight, at night, at midday, at noon. خلاص؟ عشان تمام المرة الجاية ناخد on و in. تمام؟ وأنا هدور لك كده على اكسترا شيت وابعتهولك عشان تحليه. خلاص يا روحي؟ ماشي. ماشي يا روحي، يلا جود باي. Goodbye.